اللينس ماجنيفيكيشن بقى، بص احنا عندنا في نوعين من الماجنيفيكيشن، في نوعين من الماجنيفيكيشن في اللينس. في حاجه اسمها لينير ماجنيفيكيشن، ودي بتستخدم في العدسات كعدسات. يعني ايه؟ عدسه كاميرا، عدسه ماجنيفاير، عدسه مش عارف ايه، في العدسه كعدسه. انما لما تيجي تكلمني على عيني انا، لا انا ليا سيستم تاني، ليه سيستم تاني في الماجنيفيكيشن اسمه الانجلر ماجنيفيكيشن. لما تحط بقى عدسه مع عيني يبقى انت بتكلمني في انجلر ماجنيفيكيشن. الترانسفيرس او لينير ماجنيفيكيشن، يعني بص الترانسفيرس او لينير ماجنيفيكيشن ده الريشيو ما بين ارتفاع الايمج وارتفاع الاوبجكت. يعني انت وريتني اوبجكت قد ايه وطلعنا ايمج قد ايه، الفرق في الهايت بتاعهم الاثنين او النسبه بين الهايت بتاعتهم الاثنين، دي اللي بنسميها ترانسفيرس ايمج. ذا ريشيو اوف ايمج سايز، ايمج سايز تو ذا اوبجكت سايز. هل الايمج اكبر من الاوبجكت يبقى انت عملت بوزيتيف ماجنيفيكيشن، اكبر من الاوبجكت يبقى نيجاتيف ايه، يبقى انت صغرت. يعني زي ما نقول بالبلدي كبرت وصغرت، بس بدل ما نقول كبرت وصغرت نقول ايه، بوزيتيف ماجنيفيكيشن ونيجاتيف ماجنيفيكيشن. تمام. بص اهو انت عندك اوبجكت ليه ارتفاع، خدته على عدسه، خدت الضوء منه على عدسه، طلع لك ايمج. تمام. ايمج اهي، لو قسمت ده الحجم دي على حجم دي هتعرف الماجنيفيكيشن بتاع العدسه دي، هل العدسه دي صغرت ولا كبرت، هي دي الماجنيفيكيشن. تمام. بص الابلكيشن لينس سيستم اند كاميرا اند بروجيكتورز، يعني عدسه البروجيكتور، عدسه الكاميرا، عدسه مش عارف ايه، خدت بالك؟ نوت يوز ان كونجنكشن مع الاي، حساباتك مع الاي موضوع تاني، وده ليه قوانينه. الكالكوليشن بتاعته بقى بص عامله ازاي، عشان ده ليه معادله لطيفه كده. بص ادي ايمج اهو، ده اوبجكت ولا ايه؟ ده اوبجكت الاول، ده الاوبجكت، خدت بالك؟ وادي العدسه وادي البرنسبل اكسس. البارد ده قلنا هيعدي في ايه؟ في اف، واللي هيعدي في السنتر في النودال بوينت بيعدي اند، واللي بيعدي في اف 1 بيطلع ايه؟ بارد. خلاص؟ عمل لي اوبجكت ايمج الناحيه الثانيه اهو، ذيس از ايمج، يبقى ذيس از او اوبجكت اي ايمج، اوبجكت اند ايمج، خدت بالك؟ تمام. طيب بص المسافه دي كان سميناها ايه؟ يو سمول، والمسافه دي سميناها ايه؟ في سمول. دي بقى طبعا ايه؟ بص لما تيجي هنا لو خدت دي مثلثات بقى، احزاب مثلثات، لو خدنا انت الاي على الاو، دي موجوده في المثلث ده ودي موجوده في المثلث ده، خلي بالك ده مثلث ده وده المثلث ده، ولما اخذ الزاويه دي تساوي الزاويه دي بالتقابل بالراس. بص اهو مثلث اهو، ادي مثلث اهو، تمام، وادي مثلث تاني اهو اهو، خلاص. ها المثلث ده فيه ضلع اهو اسمه يو، والمثلث ده فيه ضلع كان اسمه في، اللي هو المسافه من هنا لهنا مش دي اسمها في، ايه صح، دي في، وفي ضلع تاني هنا اهو وزاويه قايمه، وضلع تاني وزاويه قايمه. فلو انت قسمت القاعدتين عن قاعدتين الاو والاي، دي اي على او، خد بالك لازم هتقسم الاثنين التانيين على بعض. ليه؟ لان المثلثين دول متشابهين، اولا زاويه قايمه وزاويه قايمه، وفي زاويه هنا تساوي الزاويه دي بالتقابل بالايه؟ بالراس. دي اسمها تشابه المثلثات. بص يبقى بحساب المثلثات ان الاي على او الايمج على الاوبجكت، ما هي دي الماجنيفيكيشن، الاي على او دي الماجنيفيكيشن، هتساوي بحساب المثلثات الفي على اليو. تمام. دي بحساب المثلثات، بس احنا في دي ويو ممكن نقسمها الى واحد على يو واحد على في، عشان كده لما جت هنا اتعكست. لو انت تعملها يو كابيتال او في كابيتال، الفيرجنس باور والفيرجنس باور هنا والفيرجنس باور هنا، فدي ممكن نحسبها كده. فبقى عندي القانون بتاع الماجنيفيكيشن الترانسفيرس او لينير ماجنيفيكيشن بالمنظر ده كده اهو، يبقى عندك القانون اهو، خدت بالك ازاي؟ عايز يو سمول دي اللي هي الاوبجكت ديستنس، والفي سمول دي الايمج ديستنس، دول الصغيرين دول اهو. شوف هو هنا سهلها، يمكن في الرسمه دي اسهل شويه، ان ادي الاوبجكت اهو وادي الايمج اهو. تمام. المسافه دي سميناها في، والمسافه دي سميناها ايه؟ يو، والزاويه دي تساوي الزاويه دي بالايه؟ بالتقابل بالراس اهو زي ما انت شايف، وزاويه قايمه. يبقى نقدر نعمل حساب المثلثات دي، ان لو خدنا اي على او، لو خدنا اي على او تساوي ايه؟ الفي على اليو دي. خلاص. اكزامبل اهو، دي زي ما قلنا بالظبط اهي، ادي الاي وادي الاو وادي اليو وادي الفي اهي، صح كده؟ لو اللينس دي قوتها 4 دايوبتر، دي كانت زائد 4 دايوبتر. تمام؟ ها حساباتك تبقى تمشي ازاي؟ وقلنا مثلا احنا عطينا الاوبجكت ده يو دي ناقص 50 سم مثلا،
يوز دي لو اه ما هو انت تشوف بقى مين، ما انت عندك الباور بتاعتها ايه؟ الباور طيب الليف باور بتساوي كام؟ زائد 4 ويو طالعه كام؟ ناقص 50 لان الناحيه دي فاكرين الحاجات البلس والماينس احنا قلناها دي في المرايات؟ اه دي ماينس يو تساوي كام بقى؟ ماينس 2 تمام؟ اهي يو هتساوي ماينس 2 اهي اقسم 100 على 50 فيها كام؟ 100 على 50 فيها 2 اللي هي اليو كتير. طيب انت فاكر المثال ده اللي هو الفي بتساوي يو زائد بي صح؟ في بتساوي يو زائد بي صح؟ اهي تطلع زائد 2 تمام؟ يبقى الماجنيفيكيشن تطلع كام في الاخر؟ ناقص 2 على زائد 2 تطلع ناقص 1. ناقص 1 يعني الايمج از ايه؟ از انفيرتد. انفيرتد هي ما صغرتش ولا حاجه، هي مش نص ولا في التربة. هي بالماينس زائد الناقص بقت انفيرتد ايمج. انجل ماجنيفيكيشن بس انا هنفتح بس الانجل ماجنيفيكيشن لان معادلاتها صعبه، بس هنقول لكم يعني ايه انجل ماجنيفيكيشن. الاوبتالميك براكتس بقى بيقول لك ايه؟ الاكتوال ايمج اوف ان اوبجكت سايز are of less importance than the angle subtended at the eye because the angle subtended governs the retinal image size. بص ايه رايك فيه؟ هل الايمج الاوبجكت ده قد الاوبجكت ده قد الاوبجكت ده قد الاوبجكت ده؟ بس هم كلهم عاملين نفس الانجل عند النودل بوينت بتاعت الاي اهي، وكلهم مدينا ستيمولس لمساحه معينه في الريتنا اسمها الاكس واي. يبقى بص على الرغم ان هم كلهم مش قد بعض، انما كلهم في الاخر ادوني نفس المساحه على ايه؟ على الريتن تمام؟ اي طب اللي اختلف ايه؟ المسافه اللي بين الـ بين الـ بين الاوبجكت ده والاي بتاعتي. عشان كده بص العربيه العربيه تمام؟ مش في حاجات كل ما تبعد عنك تحس مساحتها بتصغر؟ صورتها بتصغر؟ تمام؟ ليه؟ الانجل سبتند دي بتقل، الانجل دي اللي بتقل. هي العربيه حجمها بيصغر؟ لا، بس كل ما بتبعد الزاويه دي بتصغر. كل ما هي بتبعد عني الزاويه دي بتظهر. يبقى شوف على الرغم ان الاوبجكتس دي كلها مش شكل بعض، انت عارف دي بقى الحركات اللي ساعات يعملوها ايه؟ لما واحد مثلا يقف ايه على البحر ويروح عامل ايديه كده يروحوا جايبين الشمس في ايده. الحركات بقى اللي بيعملوها المستورديه دي، او واحد مثلا يقف ايه يحط ايده فوق كتف ابو الهول. تمام؟ ليه بقى؟ دي فرق الايه؟ المسافات. عرفت بقى بيصوروها ازاي دي؟ هو واقف قدامه فابو الهول عشان بعيد المسافه بتاعته بتبقى ايه؟ صغيره. بس هما الاثنين بيبقوا عاملين نفس الانجل دي. بص قريب دي بقى الانجل سبتند، يعني شوف الاوبجكت ده عامل انجل هنا قد ايه، والاوبجكت ده لو قرب من النقطه دي هيعمل انجل اكبر صح؟ بص اهي نفس القصه، ده الفيرتشوال ايمج وده الاوبجكت هنا، يبقى انا احس ان الصوره دي كبرت لان الانجل سبتند هنا عند الاوبزرفر هتكبر. اوريك اكزامبل ليها. ادي القمر اهو، وادي تعريفه في ايده ولا نص دولار ولا دولار في ايده. لو حط الدولار ده كده في وش القمر هيخلي صوت القمر اهو. شوف ده القمر ده كوكب، ده حجمه زي الارض كده، خدت بالك؟ بص لو انت معاك دولار وابتديت تقرب الدولار من عينك نص دولار اهو، بص النص دولار خبى صوت القمر ولا لا؟ مع ان القمر اكبر منه بكتير، بس لان القمر ابعد مننا قوي، خدت بالك ازاي؟ فالكوين الصغيره دي خبت صوره القمر عشان عاملين نفس الانجل. يبقى هي دي معنى كلمه الكوين اند مون دي. زي ما تقف جنب مثلا وانت واقف على رصيف المينا وتخش مركب في المينا، تلاقي المركب دي عماره رهيبه وبتاع، فاهم ازاي؟ خلي المركب تبعد شويه في البحر تحس اخبارها ايه؟ بتضرب. ليه؟ لان هي كل ما بتبعد الانجل ماجنفيكيشن ايه؟ بيقل. اللي هي نفس فكره السنين الشارت دي بتاعت الانجل ماجنفيكيشن، ان العلامه الكبيره خالص دي هي العلامه الصغيره، بس دي محطوطه على مسافه 60 متر ودي محطوطه على مسافه 6 متر ودي محطوطه على مسافه 9 متر ودي محطوطه على مسافه 12 متر. فانت بتشوفي نفس العلامه، هي نفس العلامه، بس دي بتتحط على مسافه كذا وبتتحط على مسافه كذا. فالانجل سبتندد هي واحده اللي هي 1 ديجري مينيمال فيجوال انجل. زي بقى بالظبط برضو نفس الفكره دي هناخدها في التلسكوب. التلسكوب دي جاي لها اشعه بارلل جاي من بعيد جدا، هتتكون فين؟ في الفوكس، بتبقى نقطه صغيره، يعني زي ما تجيبي صوره الشمس على ورقه بتبقى نقطة صغيرة خالص، خدت بالك؟ لو خدنا بقى النقطة دي، لو خدنا النقطة دي جوه عدسة تانية أقل من الفوكال بوينت هنطلع فيرتشوال ايمج كبيرة جدا. بس الفيرتشوال ايمج دي بالنسبة لي بقى عرفت أنا بتاعتي هتعمل إيه؟ أنجولار ماجنيفيكيشن.